بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في مدرسة شويحة البويسة في مخيم ضرار، وأنا المدرس حسن الدوان من مدرس في هذه المدرسة. لدينا حوالي 80 طالب ونتعرض لصعوبات شديدة، منها عدم وجود الكتب المدرسية اللي هي أهم شيء للطلاب. لا يوجد أي كتاب في المدرسة ككتب مدرسية، ونحن بحاجة إلى قرطاسية للطلاب وبحاجة إلى خيم إن صحت القيام، لأنه في عندنا دوامين، دوام صباحي للصف الأول فقط شعبتين، ودوام مسائي للصف الثاني والرابع والثالث. في الوصف ترتيب الأعداد، يأتي في الوصف بعد ترتيب الأعداد تصابرية أو تنازلية. أنا الأستاذ محمد الخالد، مدير إحدى المدارس في مخيمات باتبو. نطلب من الجهات المعنية ونوجه نداء استغاثي للمنظمات، وذلك لمد يد العون لنا في موضوع الوحل والطين، وذلك من خلال فرش ولو مبدئيا الطرقات وفرش الأرضيات في المدرسة وإن أمكن في المخيم، مع العلم أنه مدرستنا تتألف من 80 طالب أو 82 طالب وأربع معلمين ومدير، ونرجو بالدرجة الأولى مد يد العون بالنسبة لموضوع الفرش الأرضيات والفرش أرضيات المدرسة، وإن أمكن استبدال الشوادر في المدرسة لأنها لا تقي برد الشتاء ولا حر الصيف.